السلم، جيران طالعه ونازله، ما ينفعش حد يسمع اللي انا هقوله. انا خارج حضرتك، ما فيش حد جوه، مش هقدر اقول لك اتفضلي. ايه المشكله؟ ده احنا جيران وزي الاخوات، ما فيهاش اي حاجه. ما تدخل بقى. الله الله الله، ايه ما تبقاش جيران؟ بص بقى زوما هي كده في السليم. زوما في السليم؟ انت عايز ايه بالظبط؟ الله الله الله، انت بتعملي ايه يا مدام؟ ولبستني البتاع ده. تصدق انك راجل ما عندكش دم؟ انا لازم اقتلك. لا يا حبيبي، تقتله وتروح في 60 داهيه. انا عايزاك، احنا لازم نعمل اثبات حاله، لازم نعمل محضر. شاهدين معايا ولا مش شاهدين؟ شاهدين. هنعمل اثبات حاله ولا مش هنعمل؟ هنعمل اثبات حاله يا ايمن. نعمل. ايوه اثبات حاله. حياتي، بس براو عليك ان انت جيت في الوقت المناسب. شفتي اي خدمه؟ شفت الراجل وهو بيدينا العقد عينيه كانت عامله ازاي؟ قال الراجل خايف نعمل له محضر تحرش، هو هيتحرش بيا انا. كان شكله مسخره، كان هيروح فيها. علشان تعرف الشوشو حبيبتك ممكن تعمل لك ايه، هي الوحيده بس اللي بتخاف على مصلحتك. طب هاتي بقى العقد ده خليه معايا، جمعه مع بقيه العقود ويبقوا معايا كلهم. لا يا روحي، عقد ايه اللي يبقى معاك؟ انا خليه معايا انا. امك طيبه قوي وودانها كبيره وبتسمع كل الناس، حد من الجيران يتكلم معاها يلقط منها العقد وكل مجهودنا ده يروح على بلاش. طب واستاذ بسيوني هتعملي معاه ايه؟ ده عايز 20,000 جنيه. ما تقلقش، بالكتير كده اسبوع وال20 باكو يبقوا معاه. ايه ده، هتجيبيهم منين انت؟ بتحوشي من ورايا؟ اخص عليك يا موني، دي كلمه تقولها لي بردك؟ ما انت عارف هي شوشو بتاعتك بتغلب في حاجه. بقول لك ايه، احنا نقضيها رغي، مش جبنا العقد مش هنحتفل؟ نحتفل طبعا. تحبوا ايه؟ هو ايه لونه يعني؟ ايوه اللي هو ايه؟ هو اهدى قميص النوم يا موني. بصي انت بيليق عليكي الالوان اللي هي ايه بتاعت الفاكهه، يعني البطيخي الشمام الحاجات دي. بصي شوفي لنا حاجه حلوه كده. حلوه كده ماشي، ما دام الوان وفاكهه سالك سؤال بقى، خدت 3 معالق من برطمان العسل؟ ده انا سفيت البرطمان كله. ما دام سفيته يبقى احنا لازم نحتفل. عارف هنحتفل بايه؟ ايه؟ ال ب ت خ. قول ورايا. ال ب ت خ. ايوه يا ماني. ال ب ت خ. ال ب ت خ. ال ب ت خ. والبلبل غنى على ورق الفولة، وحبيبي غنى على ورق الفولة. بنتي يا هنا. ايوه يا اختي. ازيك يا بنت، عامله ايه؟ الحمد لله. وعيالك عاملين ايه؟ بيبوسوا ايديك يا اختي الحمد لله. كويسين؟ ماشيين في المدرسه كويس يا اختي؟ الحمد لله على كل حال، بس الواد منيل على عينه وصايع، والبنت يا اختي مش عايزه تتنيل على عينها تروح مدارس. خد جاي بالك من عيالك يا هنا، العيال كده تبوظ منك يا اختي. ربنا يسترها يا اختي. هعمل ايه؟ قولي لي، جوزك لسه مسجون؟ ادعي له يا اختي يفك سجنه. مش عارفه يا اختي حبسته المره دي طولت كده ليه، هو كان عمل ايه يعني؟ يا اختي انا عارفه، ربنا يسترها معايا يا رب ويفك سجنه. يا رب يا اختي على الجميع. انت ماسكه الجردل ده وراحه فين؟ في حد يا هبله بيمسح بالليل يا اختي؟ يا بنت المسيح بالليل بيجيب الفقر. ما كنتش همسح يا اختي، ده انا كنت هركينه بس وانزل اشوف لي العيال لقمه. حظك في رجليكي طول عمرك يا بنت. يا شيخ انا عامله طبيخ ايه؟ ومليان زفر، لفي لفي تاكلي. اكل ايه؟ لا يا اختي العيال. العيال؟ ما انا هبعت للعيال كمان. صحيح هتبعتي للعيال معايا؟ مالك يا بت، ده انا طول عمري خيري عليك. لف يا بت. يا اختي دايما. حاضر هلف. يا مفجوعه يا اختي، هي زمدت كده ليه؟ لا انا عايزه اركب تكييف، مش قادره. بتي يا هنا، خدي يا حبيبتي بالهنا والشفا، دي فراخ بلدي. يا اختي كلي. بقول لك يا بت يا هنا. قولي يا اختي. يعني المعلم التخن ده لو انا طلبت منه بضاعه هيديني؟ بصي يا اختي، البكا على راس الميت. راس ميت ايه وحي ايه يا بت؟ ما تكلميني عربي فهميني. ما بكلمك عربي اهو، يعني هتدفعي هيديك، ما تدفعيش يبقى ما فيش. بخ
كل يا بت كل، خدي الحته دي. ياك يا اختي شكلك هفتنه والنبي بتشقي. او النبي يا اختي بقول لك ايه بتقولي؟ قول. ما ينفعش يعني انت تكلمه لي كده وتتوسطي لي عنده وتقولي له ان انا هاخد منه البضاعه واول ما اصرفها هجيب له الفلوس دغري. ما تردي يا بت. ايه يا اختي مش بفكر. فكرتي؟ ايوه. بصي يا اختي هو ممكن هكلمه لك وممكن تروحي له النهارده بالليل، بس انا مش هاجي معاكي عشان انا عندي شغل النهارده بالليل. خلاص يا اختي لا انزلي انت وشوفي رزق عيالك، وانا هبقى اخلص مشوار كده على السريع وابقى اروح له بالليل. ماشي يا اختي ربنا يسهل لك الحال. الله يخليك. كل يا بنت ده الاكل معمول بالسمنه البلدي. يدوم يا اختي يدوم. هلم لك الاكل ده في كيسه سمراء وانت ماشيه. يسعدك. تسلمي لي يا روح. تسلمي لي يا اختي. خدي بطاطس. حاضر. راح فين يا بنت؟ يا اختي وضل بيطلع الساعه كام ان شاء الله؟ طيب بدل ما مزعلك وش يا اخويا. لا تمزع ولا تقطع، انا اشجان وجال المعلم التخن من طرف اونا. تخن مين يا بنت واونا مين؟ يا اخويا ما تخافش، جاي من طرف البيت اونا مراجيح اللي ساكنه جنب علي اللبان. شلبيه. ايوه. خد البت دي فتشيها ولو لقيتيها نظيفه وديها للمعلم. فتشيني يا اختي وانا رايحه المطار. بسم الله. قلت لي مين؟ البت اونا مراجيح. اونا مراجيح يا معلم اللي ساكنه جنب الواد علي اللبان. مش هي كلمتك عليا وقالت لك يعني ان انا عايزه بضاعه واول ما اصرفها هجيب لك الفلوس وانت قلت لها هاجي يعني؟ وانت عايزه بقى ايه يا صاحبتها؟ عايزه ايه يعني يا سيد المعلمين كلك نظر؟ عايزه ابقى واحده من رجالتك يعني. انت مين اللي بعتك يا بنت؟ يا اختي رحمه امي لحد بقى. ما انت هتنطقي يا اما خلي اللي حوالين منك دول ياكلوا لحمك ومصمصوا عضمك ويدفنوكي مكانك مطرح ما انت واقفه. انت يا بت. ايه يا سيدي المعلمين؟ انت شايفني بنت غشيمه ولا ايه؟ هاجي يعني ارمي نفسك في عشكوا كده وفي وسط رجالتك وابقى ناويه نيه غدر يعني؟ اه. انت مين اللي بعتك؟ انا هرسيك الحوار. اصل انا لا مؤاخذه يعني اتطلقت. مني لا مؤاخذه جوزي ما بيخلفش يعني. فسبت له البيت ومشيت. ولما رجعت لقيته طفش، حتى اسال البت تكون عارفه كل حاجه يعني. وبيني وبينك يعني يا معلم ما لقيتش شغلانه تعمل لي قرشين حلوين غير الشغلانه دي. والله العظيم هي دي كل الحقيقه. طب انت هتدوريها ازاي وانت اصلا جديده على الكار؟ لا انا مش جديده، دي مش اول مره. اصل انا لا مؤاخذه يعني جوزي كان برشامجي فكان بيخليني ادورها معاه يعني. اه. جوزك مين؟ انا كنت مرات الواد سعيد رز مبيض المحاره. بس انا اعرف ان هو ملوش غير في البرشام. اه هو كان برشامجي بس كان بيخلينا ندورها كده لقمه عيش يعني في الدره كده على الخفيف. اه. انت عارفه اللي بيغدر بينا بنعمل فيه ايه؟ وعليا النعمه من نعمه ربي يا معلم. عايز اعرف انا مش جايه في نيه الغدر، انا بقلب لقمه عيشي. ولما اشتغل معاك يا معلم هتعرف مين هي اشجان. هتديني بضاعه ولا ايه؟